بدون زحمه ما طلعت نتائج العينه انت. باعتبارك من وكاله الاستخبارات، ايش صار؟ شلون صارت الحادثه اصلا؟ مو هسه نحكي بالموضوع، بعد وقت. لحد الان التقارير مال الحادث بعدها ما خلصانه. بس بعد التحقيقات تبين انه اكو ضربه بالراس. ما افتهمت. شلون هيك؟ ثبت على الجثه اللي لقيناها بمكان الجريمه انه المجني عليه مضروب قبل لا يحترق. ومن يتصرف هيك وحشيه؟ وشلون سوى هيك وليش سوى هيك اصلا؟ احنا جاي نحقق بالجريمه. بس اكو احتمال انه هاي الجريمه مخطط لها. شلون يعني؟ اكو شخص قنع الجمال يروح لهذا المكان، واحنا متوقعين انه هذا الشخص يعرف جمال. ما فهمت، وين خلاه يروح؟ لحظه لحظه، وين مكان الحادث؟ خرابه، مكان مهجور. اعتقد الشخص اللي قنع جمال يروح لهذا المكان يعرفه كل زين. بيك شي؟ هذا المكان تعرفه؟ شايفه قبل؟ لا بس اقول جمال شو ودال هناك ونص الليل؟ غريبه. المهم اجيكم غير مره ان شاء الله. ان شاء الله، واني بس تخلص نتائج التحليلات راح اعطيك خبر. شكرا جزيلا. العفو. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. الله وياك. بدون زحمه اقدر اخذ الورقه اللي بها العنوان؟ اقدر اساعدكم بشيء. أكيد، بس المكان هو مسرح الجريمة وما أنصحك تروح هناك. تفضل. شكراً جزيلاً. العفو. مع السلامة. حبيبي اسوي لك شيء تاكله؟ ما اشتهي، ما اريد اكل. ليش صار هيجي؟ لازم تبقى واقف على رجليك. تقول لي ايش اسوي لك حتى لو شيء خفيف؟ كل زاويه بهذا البيت تذكرني بجمال. لا تأذى كلش. اريد ارجع لبيتي. حقك يعني ما لومك، بس انت تشوف الوضع شلونه.